الولايات المتحدة لديها خطط للحرب مثل ما تقوم أي دولة أخرى وفي أي وضع كان، وأنا متأكد من أن ما يحدث في الشرق الأوسط بالترابط مع الحرب الأوكرانية هو أيضا محسوب حسابه. هذه هي طريقة مخططاتنا وطريقة تنفيذ الخطط والتمارين للحروب، هي ربما حساسة جدا، ولكن كل هذه الأمور يمكن أن تتغير بين لحظة وأخرى في أرض المعركة الحقيقية. ولكن أخذين باعتبار هذا الأمر، هناك بعض الخطط الطارئة عندما نرى طريقة التفكير الأوروبية، وكذلك حتى الولايات المتحدة لم تعد تريد أن تتابع الاتفاقية النووية مع إيران لأنها تبدو ميتة، وهم يعرفون هذا الأمر، وكذلك يرون أن إيران قامت بتكثيف أنظمتها ومساعدتها للروس كما قلت أنت، وهذا بالنسبة للولايات المتحدة أعتقد أنه له الضغوطات التي يشهدها والتي يمكن أن كذلك توضع على إسرائيل، والضغوطات التي يضعها نتنياهو من أجل مهاجمة هذه المفاعلات النووية في إيران، وأصبحت حتمية لأنه لا توجد هناك خيارات أخرى. ولكن هذه الزيارة لجروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، وهذه الموافقات التي قدمتها إيران، هذا يوضح لنا ما تراه إيران أيضا كاحتمالية لمسألة أو منظور ضرب هذه المفاعلات، وأنها بدأت تراها وأنها قريبة أو وشيكة، فلذلك قدمت تلك الموافقات. فهناك علاقة بين إيران وبين أوكرانيا، وكنتيجة أو كتبعات لهذا الأمر، واحدة من بين هذه الأحداث يمكن أن تفجر أو يمكن أن تنفجر في مناطق مختلفة أو تؤثر على مناطق مختلفة. بداية السنة الماضية ما نراه الآن هي حروب تأتت عن تلك الأمور بسبب تلك الاحتمالات وتلك الأحداث ذات العلاقة مع بعضها البعض، والتي أعطت أثرها التتابعي. والأمور الأخرى التي يمكن أن تكون كذلك أسباباً but also in Taiwan itself. So this is